السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين معكم في تجارب الآن مع شركة لينكن كو، الأخت الصغرى للينكن كو. إحنا جربنا 05، الآن بنجرب 01. طبعا حشيت شوية حكاية مسميات، يعني مضايقة الأسماء قدامهم. 01 يا سلام، 05 طيب. فقلنا الصينيين شوية بعض المسميات عندهم لسه تسويقية شوية غريبة. نفس أختها. قبل ما أخش في تفاصيل السيارة، حابب أشكر مجموعة MBC قناة شاهد، تابعونا الله يسعدكم، هتلاقوا تجاربنا كلها بالكامل هناك، وكون مكملين معكم في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات. والله يسعدكم. معنا اليوم حابين نشكر شركة جيلي، ممثلة في وكيلها اللي هي شركة لينكن كو، ممثلة في وكيلها شركة الجبر. فمعنا سيارة، أحد السيارات العملاق جيلي، شرحنا لكم على 05، حنكمل اليوم نشرح على 01. قبل ما أدخل في شرح السيارة الله يسعدكم، أي معلومات إضافية حبينها في موقعكم Arabian Drive موجودة في الخدمة. شكرا لكم لدعمكم السنوات الماضية. خليني أترككم تتفرجوا وتستمتعوا بالفرجة على السيارة، داخليتها، خارجيتها، مقدمتها، مؤخراتها، باقي التفاصيل، لأنه كثير يقولوا لي حسن شفناك بس ما شفنا السيارة كفاية. فتفرجوا على السيارة الله يسعدكم قبل ما ننط يا جماعة الخير في الأرقام وفي التجارب. خليكم معنا اليوم. جماعة الخير الله يسعدكم، بس تذكير بسيط، 05 و 01 نفس السيارة، نفس الشاصية الفولفو، الجير بوكس الفولفو، الماكينة الفولفو، تفاصيل فولفو، تصميم فولفو، صناعة شركة جيلي في الصين، لكنه كل شيء تم بقيادة شركة فولفو ومصنع فولفو في الصين. فهي سيارة طبعا سويدية أوروبية لكن لما صينية. طيب يا حسن، انت شرحت لنا 05، ايش الان الفرق بينها وبين 01؟ 01 الاخت الصغرى، الفرق بينهم مليمترات في الشاصي، الماكينه نفس الماكينه، العزم واحد بس الماكينه اداء الاحصنه اقل شويه، فعشان انه السياره حجمها اصغر فما هي محتاجه الاحصنه اكثر. هناك التركيز يمكن الناحيه الرياضيه، الفخامه في 05 اكثر، وبصراحه تصميمها جميل. الاختلاف البسيط الفيجوال الواضح مو في المقدمه، حتلاحظوه في مؤخره السياره، نفس مواصفات السلامة، الجير بوكس، الأمان، الأداء الذكي، اللي هي الأكتيف سيفتي والباسيف سيفتي، اللي هو الأكتيف سيفتي السلامة النشطة اللي هي رادارات ومحافظة على المسار وكل شيء، السلامة السالبة اللي هي صلابة البودي لا سمح الله، طبعا قوة الفرامل ما شاء الله ممتازة. مقاس الكفرات 200 دقيقة الله يسعدكم، قبل شوي شايفها 235 على 45 20، زي أختها لينكن كو في الجنوط. في الهايبريد وبلاجن هايبريد بيكون هنا المكان الكوبس حق الكهرباء. ده باختصار مفيد جدا. خلينا نطفي الارقام نشوف ساعه مساحه الوسع الداخلي في الخلف هنا، لكن الباقي السياره هي صوره بالكربون بشكل اخر من اختها الاكبر منها 05. الاسعار للاسف لم تعلن حاليا وقت التجربه، لكن لما توصلنا لاحقا حننشر لكم هي. فارجوكم، وفي عيب ثاني ارجوكم اعذرونا، في غير الحراره اليوم معديه ما شاء الله في جده حاجه 40 درجه مئويه، بنجرب اختبار عزل الصوت، للاسف البطاريه ضربت معنا، جهاز ضرب معنا، فلكن اوعدكم ان ما ضبطت البطاريه حروح اشتري واحد ثاني، ومكملين معاكم في تجارب الارقام. خلينا نشوف داخليه السياره. هذه داخليه السياره 01، نفس الخلفيه، نفس الكراسي تقريبا هناك. اللهم عندي هنا شويه المساحه، عندي تقريبا حوالي 7.5، والسقف عندي بعيد عن البانوراما لأن السقف جاي مستقيم مرتفع ما هو جاي مايل، فعندنا تقريبا فعلا 5 أصابع كاملة، طولي 1.80 متر، الوزن كلا نعم نازل الحمد لله، نزلة جامدة في وزني بس الوزن كلاسيفايد، معلومات سرية، هذا يعني ولا حتى جيمس بوند معرفة. عندنا فتحتين USB، فتحتين تكييف، مكان لكوبين قهوة موية، طبعا نفس الكراسي والايزو فيكس، تثبيت الأطفال في السيارتين 05 و 01، نفس السماعات الانفينيتي. طبعا الكراسي جلد مخرم، وعندنا الكنتارا فكويس ان كان في الظهر او في المسند في المؤخره هنا في المقعد، لكن الحمد لله عندك حريه اختيار الالوان الداخليه، عندك 5 ألوان، في اسود واسود 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 وكمان اسود، فيعني الحمد لله اللي حابب اسود فيعني ما في غير الاسود. خلينا نشوف مقدمه السياره ونقفز لفقره الارقام. اختبار التكييف، الحراره برا زي ما قلت ما شاء الله اليوم احنا دخلنا في موسم صيف، وفي صيف بلس وفي صيف اكسترا بلس وفي صيف ما شاء الله يعني اكسترا اكسترا بلس، واحنا لسه بنقول يا هذه الحراره برا 42، التكييف اول ما فتحناه الان جاب 16 وفي نزول، يعني حتى داخليه السياره اهي عفوا
داخلية السيارة جايبة 39 التكييف 15.8 والخارجية 42 وبينزل هتلاقوا دحين كل ماله بينزل الحرارة التكييف تنزل معانا. فهذا باختصار مفيد التكييف ما شاء الله تكييفها بارد. الآن طبعا زي أختها قلنا نفس الماكينة نفس الشاصية نفس الهندسة نفس كل شيء الله ما فرق الأحسنة. فعندنا جماعة الخير وضعية القيادة في اقتصادي راحة وديناميكي بس ما في عندنا دفع رباعي هنا زي أختها. طيب وعندنا جزئية الله يسعدكم ثواني شاشة عندنا الأبل كار بلاي الأندرويد أوتو زي أختها بالكامل نفس الشيء ثاني مرة بنرجع إيش في عندنا شيء ثاني إضافي ثواني الله يسعدكم بلوتوث موسيقى أي شيء حابب تحط فيه ارجع هنا شاشة كل المواصفات حتى عندك في عندك اللي هي المود الإضاءة الداخلية موجودة في الزيرو فايف جميلة كمان هنا مصابيح الداخلية يعني طفشان تقعد تدلع تلعب شوية تحط مودك. نفس أختها الله يسعدكم في مواصفات السلامة فرقنا دفع أمامي والأحصنة أقل العزم واحد. السرعة 155.1 05 من 0 في 60 في 3.71 ثانية في 35 متر ومن 0 ل 100 في 8.26 في 140 متر جابتها ما شاء الله. أداء السيارة جيد بس هنا دفع أمامي ما هدف رباعي والأحسن أقل شيء بسيط لكن العزم واحد. ف 05 أعتقد بتكون دايناميك أكثر رياضية أكثر ولو كان وزنها أثقل بحكم انها دفع رباعي لكن اداء بيكون ديناميكي اكثر ما شاء الله تبارك الله كده تحس ان السياره منطلقه اكثر. شكرا لمتابعتكم الكريمه. شكرا لشركه الجبر الوكيل الحصري شركه لينكن كو. وطبعا السياره زي ما قلنا سياره اوروبيه بالكامل. طبعا كنت اتمنى يكون في بادل شيفترز تعشق ورا الدركسون السياره حلوه اللون الوان ثاني غير الداخليه السوداء الصينيين معتبرينها فخمه. عندنا طبعا ابتدوا يلغوا حكايه النافيجيشن لانه خلاص ما دام في عندك ابل كار بلاي ولا اندرويد فيكفيك. السياره فرامل ثبات حلو وفي جزئيه لفتت انتباهي حلوه رائعه في السياره هنا يمكن ما البعض ما انتبه لها ومو مهتم فيها قطرة الالتفاف لما تلف مكان ضيق السيارة 05 و 01 بصراحة بتلف زي السيارات الأوروبية لأنه أوروبا شوارع ضيقة ففعلا السيارة بتلتف معاك في مسار ضيق جدا من يعني مهما كان مكان ضيق ما شاء الله بتلف بسرعة السيارة. في بعض السيارات الثانية خصوصا اللي تكون ماكينة بالعرض دفع أمامي عفوا قدم وارجع وقدم وارجع لين تطلع لها هنا ما شاء الله لفة واحدة كده كنت لافف. شكرا لكم متابعتكم كريمة. شكرا لمجموعة شاهد تابعونا إن شاء الله قنواتنا وتجاربنا هتكون على MBC شاهد ومكملين معكم في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات. اعذرونا لو في قصور في بعض المعلومات لأن السيارة بناخدها بنجربها قبل حفل الإطلاق فبعض المعلومات لم تتوفر من هنا الوقت نشرح حلقة إن توفرت المعلومات حطيناها وإن لم تتوفر فالمعذر منكم في قصور في التجربة اليوم لأنه حتى كمان جهاز عزل الصوت للأسف ما كان شغال معنا لكن وعدتكم إن شاء الله في تظبيطات وفي أبغريدز تحديثات في الكاميرات وفي كل شيء. طبعا الله يسعده الكاميرمان خلف الكاميرا ما نقدر نستغنى عنه أبدا فده مكمل معنا هو الرجل جزا الله الخير معتبر أنه وجوده معنا تخفيف ذنوب له عشان بده يخش الفردوس الأعلى بعد عمر طويل. فهو أصلا قبل ما يبتدي الشغل معي كان أبيض وأشقر عيونه حمر بس الحرارة اليوم ما شاء الله 42 فما شاء الله صار يعني يعني صار عيش مقمر زي ما يقول. شكرا لكم متابعتكم الكريمة وشكرا لكل من أكرمنا بكلمة طيبة أو دعوة بظهر الغيب أو حتى تعليق كونستركتيف بناء. إحنا نقدر كل التعليقات البناءة لأنه هدفها فعلا نشر وعي وزي ما يقولوا هواية جميلة الكل يستفيد منها. شكرا لكم متابعتكم الكريمة ونراكم على خير.